حوار بين فتياننا الأبطال وأم النور. اخبريني يا أمي، لماذا قلتي منذ الآن جميع الأجيال تطوبني؟ إعداد القاموس تدرس يعقوب ملطي. في دهشة أمام كلماتك يا أمي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. تدور في ذهني بعض الأسئلة، منها: ما ارتباط تواضعك كأمة الرب بتطويب جميع الأجيال لك؟ تجيب أم النور قائلة: كشفت لي بشارة رئيس الملائكة جبرائيل كيف صرت معملا للثالوث القدوس، إذ قال لي: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فأردت تأكيد أنني إذ أصير أما للقدوس ابن الله فليعلم الكل أنني أمة الرب المنسحقة. هذا العمل العجيب الذي يتحقق في بطني سيجعل المؤمنين في كل العالم يطوبونني، لأنه لم يحدث هذا منذ خلقة آدم ولن يتكرر إلى يوم مجيء الرب الأخير. أمام محبة الله الفائقة، إنها نعمة الله التي جعلتني أما للرب المتجسد فيا. فإن كان كلمة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، كما قال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فيليق بي وأنا أمة الرب المتواضع أن أدرك ما أتمتع به من تطويب عبر الأجيال، إنه عطية من الرب، وألا يفارق عيني أنني أمة الرب. أقول هذا وأنا في كامل الثقة أن الذي حبلت به وهو القدوس المولود مني يهبني روح التواضع، حتى وإن كرمتني كل الطغمات السمائية وجميع الأنبياء والقديسين. إني إذ حملت مخلص العالم أصلي من أعماق نفسي أن يتمتع كل إنسان في العالم بالخلاص، وبصلوات هذه يزداد انسحاق نفسي كأمة الرب المتواضع. إنه لن يسمح لي أنا أمه أن أسقط في فكر الكبرياء بغواية عدو الخير، إذ اقتنيت أيقونة ابني المتواضع. لماذا تدعوك الكنيسة بألقاب كثيرة في ثؤوتوكية الأحد؟ يتساءل الفتى جورج: لماذا يا أمي تربط الكنيسة بين ألقابك وبين المؤمنين منذ آدم وحواء حتى نهاية كل العصور؟ في ثؤوتوكية الأحد تارة تذكر أسماء المؤمنين مثل حواء وإبراهيم وأيوب والأنبياء، وتارة أخرى تذكر الشعب ككل مثل بني إسرائيل، وتارة ثالثة تعمم كل البشرية كقولها عنك فرح الأجيال. أجابت أم النور: لا يقصد في هذه الثؤوتوكية شخصي المجرد، وإنما تهتم الكنيسة أن تبرز إني والدة كلمة الله المتجسد مخلص العالم. ومن جانب آخر، إن كنت قد صرت مطوبة بسبب تجسد كلمة الله فيا، فإن المؤمنين من جانبهم أيضا يجب أن يدركوا أنهم مطوبون، وهذا يبهج السمائيين، إذ يدرك المؤمنون أنهم هيكل الرب وروح الله ساكن فيهم، ويقدس الرب قلوبهم وأفكارهم وعواطفهم وأيضا أجسادهم. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت فرح الملائكة؟ أجابت أم النور: لكي تدركوا ما تمتعتم به خلال تجسد ابن الله فيا، ولكي يقدم نفسه ذبيحة عن العالم، فإنه لا يسبب فرحا للبشرية وحدهم، بل ولجميع الطغمات السماوية التي تعلن حبها للمؤمنين، كما يعلن الرب نفسه حبه لهم. بهذا أكون فرح الملائكة، أظهر الحب والوحدة بين البشر والسمائيين. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت تهليل حواء؟ أجابت أم النور: بلا شك
أدركت حواء الأولى ما حل على نسل آدم وحواء من مرارة الموت بسبب إنصاتها لخدعة الشيطان وما سببته لرجلها آدم الذي شاركها العصيان للوصية الإلهية. والآن استخدمني الرب لأصلح الموقف لأنه عوض العصيان للرب. قلت لرئيس الملائكة جبرائيل الذي بشرني بالتجسد: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. مضى من عندي الملاك ليقدم ذبيحة الطاعة التي قدمتها للرب. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت فرح هابيل؟ أجابت أم النور: هابيل ابن حواء وآدم، إذ قتله قايين أخوه بسبب الحسد الذي سيطر على قلبه من أخيه، صرخ دم هابيل إلى الله من الأرض. الآن وقد تجسد الكلمة وتم الخلاص على الصليب، تحول صوت دم هابيل الصارخ من الأرض إلى تسبحة في الفردوس كلها فرح وتهليل وحب حتى لأخيه الذي قتله. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت خلاص نوح؟ أجابت أم النور: كان نوح محتاجا إلى فلك ضخم بني خلال سنوات كثيرة ليخلص هو وزوجته وأولاده وزوجاتهم من الطوفان، أما وقد تم الحبل بالمخلص في بطني فقد صرت فلكا فريدا يقودني المخلص بنفسه، لا لينقذ ثمانية أفراد من الطوفان بل ينقذ كل المؤمنين عبر الأجيال من نيران جهنم ويدخل بهم إلى الفردوس السماوي. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت نعمة إبراهيم؟ أجابت أم النور: كان اليهود يتطلعون إلى أبيهم إبراهيم بكونه نعمة لهم من الله، خلاله صاروا شعب الله، أما أنا ابنته المملوءة نعمة من الله فقد صرت أما لشعب الله الذين من كل الأمم والشعوب، الكنيسة العروس الملكة التي تجلس عن يمين ملك الملوك أبديا. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت خلاص إسحاق؟ أجابت أم النور: حتما كان إسحاق ابن يعقوب متعجبا هو وأبوه إبراهيم في الهاوية كيف كان الاثنان في سلام عجيب حين أمسك إبراهيم بالسكين ليقدم ابنه ذبيحة لله وهو الابن الوحيد والمطيع، لكن إذا انطلقت نفس السيد المسيح بموته على الصليب لكي تعلن الخلاص الإلهي لكل المؤمنين، أدرك إسحاق وإبراهيم أن ذبح إسحاق كان رمزاً لذبيحة المسيح الفريدة. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت كرازة موسى؟ أجابت أم النور: دعيت بهذا اللقب لأن الشعب اليهودي مع مقاومتهم لموسى النبي حتى أرادوا أن يقتلوه في البرية هو وأخاه هارون الكاهن، أدركوا العجائب التي صنعها الرب معهم على يديه مثل عبورهم البحر الأحمر وتحويل مياه مر المر إلى مياه عذبة، وبضرب الصخرة تفجر ينبوع ماء يرويهم في الطريق، ونزول المن من السماء طعاما جاهزا كل يوم ما عدا يوم السبت إلى آخره. لقد طلب الرب من رئيس الملائكة ميخائيل أن يدفنه في مكان خفي حتى لا يعبده الشعب، مع هذا كله لم يدركوا أسرار خدمة موسى، أما وقد تجسد كلمة الله في أحشائي فقد أدركنا هذه الأسرار. فالعليقة التي رآها موسى ملتهبة بالنار ولم تحترق تشير إلي وقد تجسد ابن الله في أحشائي ولم تحرقني نار اللاهوت، وخيمة الاجتماع التي صنعت في أيامه كانت رمزا لي الساكن فيها المسيح، والناموس الذي استلمه موسى كان قائدا للمسيح كقول الرسول بولس: لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت ثبات أيوب؟ أجابت أم النور: يعتبر أيوب النموذج الرائع لاحتمال التجارب التي حلت به من الشيطان المقاوم له واتهامات الأصدقاء له وحث زوجته له أن يجدف على الله ويموت، أما أنا فقد تمتعت بالبشارة من الله خلال رئيس الملائكة جبرائيل
ووقفت متأملة فيما يفعله ابن الله المتجسد، وإذ بي أجد قيادات اليهود من رؤساء كهنة وكهنة ولاويين وفريسيين وصدوقيين يقاومون ابن الله المتجسد ويحكمون عليه بالصليب، كما اتهموني ظلما في طهارتي. فثبات أيوب كان رمزا لثباتي، خاصة وأن أيوب في عتابه لله أظهر نوعا من الضعف. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت كرامة صموئيل؟ أجابة من نور: لقد أحزن شاول الملك قلب صموئيل النبي في مواقف كثيرة، لكن الله كرمه بمسح داود ملكا، وتمتع صموئيل بكرامة أعظم حين رآني أنا ابن داود المحبوب لديه جدا، قد صرت والدة الإله التي يعتز بها السمائيون. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت ابنة الملك داود؟ أجابت أم النور: سبق أن قدم الله لداود أبي وعدا أن كرسيه يبقى إلى الأبد، لذلك قال داود في صلاته: والآن قد ارتضيت بأن تبارك بيت عبدك ليكون إلى الأبد أمامك. كيف تم هذا الوعد؟ بتجسد ملك الملوك فيا، الذي يقيم ملكوته في قلوب المؤمنين ويعدهم للميراث الأبدي. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت صديقة سليمان؟ أجابت أم النور: إذ نجح سليمان في إقامة صداقة مع الملوك المحيطين به، كانت هذه الصداقة رمزا لصداقة مع كل المؤمنين الذين يجلسون كملوك في السماء مع ملك الملوك، لهذا قيل في سفر الرؤيا: وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت خلاص إشعياء؟ أجابت أم النور: تحققت نبوات إشعياء عن الخلاص خلالي، إذ قال عني: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت شفاء إرميا؟ أجابت أم النور: كان قلب إرميا منكسرا بسبب ما حل بالشعب والقادة من فساد، حتى دعي بالنبي الباكي، وإذ مسح ابن المخلص دموعه وتحقق قوله في المراثي: نصيبي هو الرب، قالت نفسي: من أجل ذلك أدعوه. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت علم حسقيال؟ أجابت أم النور: وردت نبوات كثيرة في سفر حسقيال وهو في السبي عن الرجوع من السبي وعن إصلاح الهيكل وأورشليم، تمت هذه النبوات الواردة في السفر كما تحققت بأكثر قوة بتجسد الكلمة في أحشائي أنا العذراء، حيث أعد الرب الهيكل السماوي الجديد والأرض الجديدة. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت قوة إيليا؟ أجابت أم النور: ما امتسم به إيليا من قوة غير أن الملك أخاب والملكة إيزابل حطم نفسه إلى حين، أما تجسد كلمة الله ففتح باب الرجاء على مستوى أبدي. يتساءل الفتى جورج: لماذا دعيت فرح الأجيال؟ أجابت أم النور: بميلاد السيد المسيح مني صرت أما لكل المؤمنين من كل الشعوب وعبر كل الأجيال، ودعيت فرح الأجيال. القم مستدرس يعقوب ملطي.